مثلا انا كان عندي بعض التساؤلات. انا مستغرب الحقيقه ان محمد صلاح مثلا مش متواجد ضمن القائمه الامثل للتشكيل الامثل في الجائزه. مستغرب كمان ان مثلا مش متواجد كريم بنزيما. يعني كريم بنزيما الحقيقه عطاءاته كبيره جدا مع ريال مدريد في الفتره الاخيره، وعامل يمكن نتائج كبيره جدا، حتى ارقامه وانجازاته مع ريال مدريد كبيره جدا، وعودته كمان لمنتخب فرنسا. فمستغرب جدا ان كريم بنزيما مش متواجد. ديفيد الابا مثلا علامه استفهام بالنسبه لي. على يعني ديفيد الابا طبعا لعيب كبير وكل حاجه، لكن يعني من العطاءات اللي عملها ديفيد الابا السنه دي ما تخليهوش يكون متواجد ضمن التشكيل الامثل لافضل خط دفاع في العالم. يعني دي كان بعض الحاجات الغريبه. جورجينيو برضه انا بشوف ان جورجينيو، يعني طبعا في ناس بتحب جورجينيو جدا وهو لاعب مميز وكل حاجه، بس انا بشوف ان هو يعني اوفر ريتد قوي. يعني وجود جورجينيو دايما حاجز مكانه دايما في كل الجوائز، دايما متواجد كافضل لاعب في بطولات متواجد. ده طبعا راجع للانجازات اللي هو بيعملها الراجل الحقيقه. انجازاته بتتكلم عنه، يعني تشامبيونز ليج مع تشيلسي، بطوله اوروبا مع المنتخب الايطالي. فده يمكن اللي مخلي الناس شويه دايما بتروح لاسم جورجينيو. لكن انا بشوف ان هو يعني كان في لاعبين افضل بكتير من اختيارات جورجينيو والابا، وكمان عدم اختيار صلاح بشوف ان دي بصراحه حاجه غريبه جدا.